رجعنا لكم بمقلب جديد في حماية، بنحاول نعمل مقلب انا وبناته الاتنين في حماية، فيا رب المقلب يتظبط. مش عارف هيتظبط ولا لا، فتعالوا نشوف المقلب هيمشي ازاي. احنا هنكلمه دلوقتي، ومسحنا الارقام وهنشوف هنشوف هو رد فعله ايه. طب فين رقمهم؟ طب يا سامي رقمهم فين؟ رسمية كاينة الفوق. شنو مكتوبة فيها رسمية؟ شنو مكتوبة فيه؟ اش او وشنو ضاع؟ اش او صافي صافي. ايه اش او كطلع البابا انكوني، كطلع ليه اش او عاد انكون. ولاد اللذينة ما جاوبتيهمش انت؟ لا. علاش؟ واش قالوا لي؟ قالوا لي شي حاجة؟ وانت شنو سمعتيهم كيقولوا؟ ابا سيدي قال لهم ايه؟ ابا سيدي قال لهم ايه؟
ضحكني. مين ده اللي ضحكك؟ بابا. ايش قال لهم؟ ماما عيطوا لي عاوتاني وانت. ولك ايش قال لهم بسيط؟ قال لهم انت بتضحك. ايش قال لهم؟ وكلنا باش نعرفوا. خلاص هنضحك هنضحك كتير. خلاص يلا روح لابا سيدي. يلا سير جيب لنا التليفون شوفوا شكون اللي عيط. يلا هاي هي النملة. شوفي يا شوفي انا كونه. وهي اللغة ايه؟ ميكي ماوس مش لغة بشر. جدعان قسما بالله قسما بالله جدعان انا الزوز ما يعرفش ان انا اللي بطلت. قال له ايه يا بسيط؟ قال لي بابا شنو قال لي؟ قال لك دخلت ارجع لك بالله. ما عقلتش وكان عقل. روح اعقل وتعال. بابا قال لك اجي حاول الزواري من لما شوف. سامي قال لي ناب قال لي بابا سر الله يعطيك كورونا. وراني واد نسالو ما عرفتش ما عرفتش انتم ما بعدك. طلعت انكو نقلب عليها وعرفتي ولاد الحرام دابا انا مين كنت كنهضر. هو هي عباره عن ايه طيب يا زوز؟ هي في حد بيتكلم؟ ما كنتش كنقول واحد الصوت كاع ما كاين ما كتسمعش بيه كله. ولا كنت انا عايشه تقول لي الزوز 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 هذا دابا راه شي واحد عارف عارف. طب لو اتصل بك هتقول له احنا نتصل نشوف. خلي ليه التليفون هنا. لا ها هو انا خليه دابا الصوت. ايوه يعني مش واحد يعني واحد ولا واحده؟ لا ما عرفتش الصوت ديالهم هم عامل ازاي؟ ها؟ عامل ازاي صوته؟ ولا الشيء اللي جاوب انا جاوبهم هكا. بالصحة يا زوز. زين ولا فهموني تفهمت. بقول لك يا زوز عايز اسمعك حاجه.
بس انت مالك من حد مزعلك ولا ايه؟ لا لا ما عرفتش انا شكون اللي اتصل بيا وشي هذا 10 دقائق كلها. يا عم هات لي رقم وانا نفخ لك ال لا والله ما عرفتش الناس ما عندهم شغل ما عندهم ما سميتو طير ليهم الناس وبغى يصهروا على حسابي ما عرفتش اجي ليك. طب اسمع كده اسير الله ياخذ فيك الحق والله جيب الحق جيب انت خليتنا عيط من الضحك جوه اقسم بالله خليتنا عيط من الضحك ولكن انا خليتيني معلش يا زوز والله لا خليتيني للكوشه ديال الحمام 1-0 كده يا زوز كده 1-0 انا كسبت تمام ولكن خليتي هذا بس اوعى تزعل انا بهرج والله جاب الله ما كانش غادي يوقع فيها الكواريت وطيح اكثر من الميه يا دحالنا الحمد لله لا 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 الحمد لله اللي جات الامور يعني انت مسامحني قول قدام الناس ان انت مسامحني الله يسامح الله يسامحنا كلنا لا لا سامحك الله انا الله يسامح لا يا حاج ما ربنا يسامحني ان شاء الله انت مسامحني وانت وجيك انا غادي اسامحك قول لي خليتيني عايش النهار مسامحني ولا مش مسامحني لا مسامحك بس لا مسامحك محدش يقول حاجه وعيب وحشومه هو الراجل راضي وتمام التمام والراجل انت زعلان مني في حاجه لا ما كنتش بس حبيبي يا زوز والله ولكن مره اخرى ما تعاودش خلاص بس هو انت تديرها فيا ولكن مره اخرى ما نزوجهاش انا كنت بجيك جدا زعقرات اشوفكم على خير وان شاء الله في مقلب اخر